موقف روسي جديد بشأن تسليح الغرب المستمر للجيش الأوكراني. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اعتبر أن تزويد أوكرانيا بدبابات متطورة سيطيل من أمد العمليات العسكرية، لكنه لن يغير من الوضع الميداني على الأرض. يجري تقييم المواقف البريطانية والغربية من قبلنا بشكل سلبي جدا، فبريطانيا وبولندا ودول أوروبية يتحدثون عن نواياهم التصعيدية عبر إمداد كييف بدفعة آليات عسكرية متطورة، لكنها ليس بمقدورها تغيير الوضع على الأرض، وعليهم فهم ذلك. لن يؤدي الأمر سوى إلى إطالة العملية وتكبيد دولة أوكرانيا المزيد من المآسي، حيث ستتواصل العملية العسكرية وستحقق كل أهدافها وستحترق هذه الدبابات كما حدث مع سابقاتها. متابعون لتطورات الموقف الروسي رأوا أن هدف الأخير تطور باتجاه ما قد يضعف حلفاء كييف وداعميها الفعليين، وذلك من خلال تعويل الكرملين على الخلافات التي قد تحصل على أثر تدمير ونفاد الآليات العسكرية المتكرر. أوكرانيا عم تطالب بشدة بما يسمى بإلحاح لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة. هذا يعني أن روسيا استطاعت خلال العملية العسكرية تدمير كل الدبابات وكل الآليات الثقيلة اللي كانت موجودة في أوروبا الشرقية، اللي كانت موجودة بحلف وارسو سابقا. فالآن أصبح أنه من المطلوب أن تزود الغرب، وفعليا نرى الغرب ليس يملك بهذا العدد الكافي من الدبابات والمدرعات. يعني فعليا ستقوم بأي عملية عسكرية أو عملية عكسية بحاجة إلى رقم هائل. السلطات البريطانية كانت أكدت في وقت سابق قرار نقل 14 دبابة تشالنجر 2 إلى كييف كمساعدة عسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الأخيرة يعتزم مناقشة توريد دبابات ليوبارد 2 مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. قد لا يكون موقفاً جديداً تطلقه موسكو بالنظر إلى تحذيراتها السابقة واستهدافها المتكرر للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، لكنها لا تجد بداً من التذكير به كما يبدو في ظل واقع ميداني ملتهب لن يزيده التصعيد سوى مأساوية ودمارة. أريش محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.